امبارح وزارة الداخلية نشرت فيديو بعنوان هنا مصر في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70. كل سنة وكل قيادات وضباط وأفراد الشرطة بكل خير وكل المصريين بخير وسلام. هنا مصر، هنا مصر اللي التاريخ وقف عندها وفتح كتابه قال فيه إن شعبها مفيش مثال. تلاقي في جيناته التحدي والصبر والجلد وحضارة ورثها من أجداده من قبل ما تتنقش على الجدران، تلاقيها في صفاته. هنا مصر اللي سرها في شعبها وفي القلب منهم رجالة وقفوا في ظهرها حموها وحافظوا على أمنها. تاريخ طويل من النضال والبطولات والتضحية، هنا الشرطة المصرية. هنا مصر، هنا مدينة الإسماعيلية سنة 52 لما وقف رجال البوليس يوم 25 يناير قدام أقوى الجيوش علشان يحموا مدينة الإسماعيلية وأهلها، رفضوا الاستسلام وقالوا مش هنسيب أماكننا إلا جثث هامدة. ملحمة بطولية كان أبطالها رجال الشرطة والفدائيين من أهالي الإسماعيلية، بقت جزء من تاريخ مصر على مر العصور. هنا مصر، وعلى مر السنين وفي كل مكان في مصر هتلاقي قصص وحكايات بتقول إن رجال البوليس هتلاقيهم دايماً موجودين هنا. سنة 56 على طول معارك القنال كنا السند، كنا المدد، كنا سواتر الرجال، شهيد يسبق شهيد، من السويس للإسماعيلية لبورسعيد وقف رجال البوليس لحماية الوطن وشعبه ومساندة الفدائيين وأهالي مدن القناة. بطولات هتفضل جزء مهم في تاريخنا الوطني. هنا مصر، صيحة النصر، الله أكبر، الله أكبر على طول خط القنال، انتصرنا. وكان رجال الشرطة واقفين بينفذوا مهمتهم في تأمين جبهتنا الداخلية، بيحموا منشآتنا وبيوتنا وبالذات في مدن القناة اللي كانت شبه مهجورة وقت الحرب، وكمان تأمين الخطوط الخلفية لقوتنا المسلحة ضد أي عمليات تخريب. هنا مصر، هنا فترة التمانينات والتسعينات لما طل علينا الإرهاب بوشه البغيض، واجه رجال الشرطة عنف الجماعات الإرهابية اللي كانت بتحاول تخترق بلدنا وتهدم اقتصادنا وتستهدف وحدتنا الوطنية. وقفت الشرطة المصرية وتصدت ليهم وقدمت شهداء من ولادها علشان تحمي مصر وشعبها. محطات في تاريخنا لازم نقولها علشان الأجيال الجديدة تعرف وتفهم إن الشرطة في خدمة الشعب ده مش شعار، دي عقيدة ومسيرة طويلة من التضحيات. هنا مصر، مشاهد بتتكرر وكأن التاريخ بيعيد نفسه. لما حاولت جماعات الشر إنها تسيطر على مخدرات الشعب، تخريب، تشكيك، اغتيالات، تفجيرات، إرهاب، حاولوا يعملوا كل حاجة، مش مهم عندهم الوطن، إنما المهم إنهم يحكموا ويحققوا أهدافهم مهما كانت الوسيلة. هنا مصر، وهنا من قلب الوطن طلع واحد مننا.
بطل شال كبرياء مصر وكرامتها على كتفه، وأقسم لا يدافع عنها حتى لو كانت تمن حياته، ومن وراه انتفض الشعب علشان يحافظ على هوية الوطن. شعب أبهر العالم ووقف قدام الإرهاب والمؤامرات، وكان معاهم رجال الشرطة اللي واجهوا إرهاب أسود بيمارس العنف والقتل والتخريب، كان بيحاول ينشر الفوضى ويهدم البلد. إنما بوحدة أبناء الشعب وبطولات رجال الشرطة واجهناهم وبرضه انتصرنا. هنا مصر اللي طول ما احنا ايد واحدة محدش هيقدر علينا. هنا مصر بلد ما فيهاش حداد، بلد تحدي وعناد، معركة تانية من نوع جديد. دور الشرطة فيها مهم وكبير علشان تحمي مسير التنمية. انطلقت في كل مكان في مصر وسط أطماع وتحديات وأعداء ومؤامرات وإشاعات، علشان بلدنا بجد تبقى قد الدنيا. مصر ولادة واخدة قرارها ومحددة طريقها، ووقت الجد جدعان بزيادة، ستات ورجالة. مصر ربنا حافظها ومحدش أبدا يقدر عليها، وعشان كده مصر هتفضل هي مصر. هنا مصر.